مساء الخير. في الحياة أشخاص وصلوا في تخطي الذات إلى تلك المرحلة التي لا يعود فيها الكلام عن إنجازاتهم أو تكريمهم كأشخاص مطلباً لهم. فهل يعرف الكثيرون أن كل من حولها يتكئون على روحها المعطاء؟ منذ بداياتها الأولى وانطلاقاً مما نهلته من قيم عائلتها الكريمة، من خصال مكارم الأخلاق والمحبة لكل الناس والانفتاح على الآخر والصدق في المعاملة والسعي دائماً إلى عمل الخير والأخذ بيد الكبير قبل الصغير، فمضت في سبل الخير تعطي بأسمى صور العطاء من خلال مشاركتها مع ثلة من أبناء جيلها في تأسيس وإدارة عدد من الجمعيات الإنسانية والثقافية التي لعبت دوراً متقدماً في مجال العمل التطوع الخيري والإنساني والثقافي في طرابلس ولبنان كله والعالم العربي. أذكر منها رئيسة الجمعية الخيرية لمساعدة المسنين والأمين العام للمنتدى الاجتماعي للثقافة العربية في لبنان ورئيسة منتدى يوسف زيدان للثقافة العربية. مسيرة رائدة من بلادي أعطت عمرها في سبيل العمل الإنساني والاجتماعي والثقافي. السيدة آسيا قاسم، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني أنا بتصور أنه ربنا قديه بيحبني لأستحق هذا الكلام اللي طالع من شاعرة وأديبة ومثقفة. وأنا كمان دكتورة عبير بفتخر بمعرفتك، لأنه صاروا نادرين ببلادنا الناس اللي هن عندهم الثقافة والعمق. نرجع نرحب فيك. أول شيء الحكي اللي كتبته بتستاهليه، أكثر من يعني 27-28 سنة من العطاء مثل ما قلت الإنساني والثقافي والاجتماعي، فهو الكلمات حقك. آسيا قاسم، أهلا وسهلا فيك. بنت طرابلس، أنت بنت عائلة فيها من خصال مثل ما قلت مكارم الأخلاق، ورستي هيدا الشيء وأخذتي كل شيء تعلمتي بسبيل الإنسانية وخدمة الإنسان، إن كان بالعمل الاجتماعي أو بالثقافة وما هنالك. بلش شوي من عائلتك آسيا. أنت بنت عائلة محافظة ولكن أنت متمردة، كيف ذلك؟ بالفعل أنا في بيت بعائلة متشددة وملتزمة، يعني لدرجة الضغط يلي لا يحتمل ولا يطاق. نعم. بكل صراحة، والأجواء كلها ما كانت إلا إقفال أبواب، إقفال نوافذ. نظراتي ملاحقة، أين ذهبت نظراتي، هنا أم هناك؟ كل الأشياء كانت مكبلة، حتى روح على المدرسة لازم يكون معي مرافقة، ولازم إذا بدي روح أي مكان يكون كل الناس يعني حاول تطني بشكل أو بآخر. حتى لدرجة أنه أنا قدمت الثانوية العامة بالقاهرة. نعم. كان معي كل شيء، في ناس عم يحرسوني. نعم. حراسي، يعني الرئيس الكنترول قال لي إيه ده، معقولة كل الناس جاية معاكي تحرسك؟ إيه ده، يعني مش حراسي بس انه خوف. وبتصور هذا الخوف هو اللي ولد عندي بوقت من الاوقات اني كنت اكذب زمان انا وباول عمري، وغيرت هذا الكذب لحد ما صرت انا من الناس الصادقين والصادقين. حبيت انه انا كنت اكذب. شو اول كذبه كنت بتتذكري كذبتيها؟ لا، او من اهم كثير كثير كذبت بحياتي. كذبت كثير لاني خاف دايما انه بدي برر شيء اكذب. وهيدا الحرص يلي بيستعملوا الاهل دايما لاولادهم، حرصهم وخوفهم عليهم الزايد بخليهم يوصلوا لمرحله الكذب. بس لو بيتركوا لهم الحريه بالتصرف ما بيعود في عندهم كذب، بيحكوا بكل الحقيقه. وجدا انا سعيده اني وصلت لمرحله اني انا صادقة بكل ما للكلمة من معنى. أي يعني كيف تعلمت تكوني صادقة؟ ما رح حكيتي لي شيء عملتيه هيك ببيتكم، فيك هيك تحكي للمشاهد لأنه حادثة كتير مهضومة. مع زوجي هيدي صارت القصة. زوجي يعني كنت أنا أكذب على زوجي، ما أكذب شيء يعني كذا. لا، في كذبة قلتي لي إني طلبت إيد حدا. لا، هيدي مانا كذبة، هي صارت قصة إنه البابا
اجى بده ما بي يعني كابتني بالبيت كل الوقت، ممنوع تروحي، ممنوع تيجي بالجامعه، بدك تنتسبي انتساب، ما بتداومي، ما كذا يعني. وانا انسانه متمرده جدا، يعني ما بتقبل هالشيء. اكتب مقالات بالمجلات واكتبها باسم مستعار حتى ما يعرف البابا اني انا كتبت. مره من المرات عرف، خربت الارض خربت الدنيا. بقى بقصة الزواج حسيت انه سمعت البابا عم يقول للماما انه في شخص بده قاسية، شخص كان له موقعه ومركزه الكبير، وبس هو كبير بالعمر يعني. انا ما عندي مشكلة بس خلص من البيت، يعني اطلع من البيت باي طريقة كنت. بقى قالت الماما ايه وشو قلت له؟ قلت له انه قاسية مخطوبة. أم أنا تاني يوم طبعا بلشت جبت رقم التليفون تبع هيدا الشخص من الفهرس تبع البابا اللي كان فهرس يبقى صغير، ما يبقى في عنا أرقام كتيرة، ما كان في موبايلات. واتصلت في أول مرة، تاني مرة، تالت مرة، لا رد. رد آخر شيء. قلت له أنا بلغني إنك أنت معجب فيني وبدك ياني، وانت قلت له للبابا هذا وهو قال لك اني مخطوبه. الحقيقه انا مش مخطوبه، وانا حقول لك كيف فيك تجي وتطلبني للزواج. طبعا قلت له على الطريقه كان عندنا جار يعني معروف كثير لبناني، مسؤول حكومي كبير كبير كبير، كان جارنا بالمبنى، بيجي يوم الاحد بيفطر عندنا الصبح. بقى حكيت قلت له روح لعنده وقول له هو بيمون على البابا. بقى بعد ما اجى الشخص وراح، بيجي البابا طالع خلقه معبق معصب، من دوبهم كانوا يوقدوا البنات، من دوبهم كانوا يوقدوا. ماما تقول له شوفي، قال له بنتك طلبت واحد للزواج وقالت له تعال تزوجني. قال لها قالت له ماما معقوله بصدقته؟ قال لها لا بصدق بنتك. لكان جيت انا، قام اجى عيط لي، قلت اطلعي يا اسيا شو بتضلك مخبيه؟ خلص اطلعي. قلت له بابا ما انت بتقلنا ولكم في رسول الله اسوه حسنه؟ نعم. ستنا خديجه هي طلبت الرسول، ما في مشكله، مش عيب. وبعدين انا الزواج مش عيب. وقعها عيط خانق بهدل كذا، اخر شيء جاب ثلاث رجال وقال لي اختاري واحد من هالثلاثه. انا اخترت زوجي، وكان نعمل اختيار لانه بالفعل سبب نجاحاتي بالحياة واحتضانه لألي هو من هو فهم انه هاي الشخص المتمرد عم يتمرد لانه عم بيطالب بحرية، ولكن حرية اللي انت هلا عم تشتغلي كله وصلتي فيه لهون. كنت بدك تحكي شيء عن زوجك، كنا عم نحكي شيء عن الكذب، انه كيف تعلمت الصدق؟ يعني زوجي كنت انا كذب عليه، هو يعرف اني انا عم كذب عليه بس يسكت لانه بيحبني كثير، يسكت عن كذباتي. لدرجه انه في مره كنت وقعت بمشكله، ومن وقتها اخذت قرار وقفت قدام ربي وقلت له يا رب انا اني تبت اليك ولن اعيد هذا الشيء ابدا. يعني خلص كذب ممنوع. هيدا القصه من زمان، من شيء 40 سنه. هل كان الزواج هو باب للحريه؟ بالنسبة لألي إيه طبعا كتير كان زواجي سمح لي وفتح لي أبواب أني أنا أتحرر من اللي أنا فيه، يعني من الكبت اللي كنت عايشته. يعني بابا كان بمجتمع إسلامي محافظ جدا، كان همزة الوصل ما بين مسلمين العالم ومسلمين العرب والشرق. نعم. بقى هيدا خلاه كلمله يتشدد. كيف تقبل انفتاحك و خروجك للحياة؟ هلا هو بالاول ما كان موافق، وكان دائما ينصح زوجي انه ما تخليها وما هيدا وكذا. وطبعا يعني نحن نعمل الاشياء بالسر وبدون علمه، يعني نعمل الاشياء. طيب شو اخذه منه لبيك؟ شخصيته القوية، شخصيته قوية كثير وقريبة. ما بعرف انا هاي يعني الدبلوماسية من مين؟ هاي الدبلوماسية بالتعامل مع الناس وإحاطتك للناس، يعني عندك كثير معارف بحبوك، دبلوماسية شغلة منا سهلة تكون عند العالم. ايه ماني ورثتها، ورثتي هيدي علمتني الحياة ياها، وصرت وبالفعل أنا بحب العالم، بحب الناس، بحب المحبة. يعني المحبة بالنسبة لي الخلاص هو باثنين. نعم. إما المحبة أو بالأخلاق، يعني إما أنت لما بدك
تعاملي مع الآخر بالمحبة، وهي من خلال المحبة بتعملي له اللي بده إياه، أو من خلال الأخلاق الحسنة يلي أنت بتقومي بأخلاقك الحسنة تجاه أي شخص إن كنت بتحبيه أو ما بتحبيه. فإذا أنا أنهج هذا الخط بالمحبة وبالأخلاق مع العالم كله. هيدي نعم. هي آسيا، شو ثوابت بحياتك؟ ثوابت بحياتي لحد الآن هو إيماني بالله سبحانه وتعالى ثابت، لاني اشعر به هذا الايمان. اخلاقياتي ثابته، شعوري انه اني اتخطى الحياه ولا ادع الحياه تتخطاني، يعني انا امر على الحياه ولا اسمح للحياه ان تمر علي ولا تستهلكني. انا بستهلك الايام، بعيش بوقت بلحظات فيها سعاده وهنا وتفاؤل. يعني انا من اللي بكره شو بيقولوا البوم، بيقولوا البوم الناس اللي بتنقل البوم، اللي انه كل الوقت لا، وما بموت قبل الموت، ما بمرض قبل المرض، ولا بفتقر قبل الفقر. له وقت ولما بيجوا وقتهم، بس انا بدي اعيش هالحياه، بدي نقهم قبل ما يجوا، بدي اعيش سعيده لحد ما يصيروا، اذا صاروا ويمكن ما يصيروا. نعم. عرفتي كيف؟ هيدي آسيا، قبل ما يعني نروح صوب كل شيء صرتي عملتي، بدنا نحكي انه المراه بمحل معين بتفقد اوقات هيك الاحساس بالاهتمام بنفسها، بانها تطلع على المرايه، بانها تشوف حالها. آسيا، انت يعني من خلال معرفتي فيك، انت دائما امراه على اتم الاستعداد والجهوزيه في الصباح لتلبسي، لتظبطي حالك دائما دائما، حتى انت بالبيت امراه انيقه. هيدي الاناقه وهيدا الجلد هو قرار منك من زمان؟ يعني هل انت من اول حياتك هيك، ولا هو قرار اخذتيه انك مثل ما قلت انا بمرق على الحياه مش الحياه تمرق علي؟ بالنسبة لي أنا من الناس اللي بحب المظهر. هلأ لما كنت أول حياتي عم بلش بالشغل العام الاجتماعي والعام، كنت منشان أوصل لمرحلة برستيج معين، بعدين مع الوقت لا، صار القصة عادي، صارت القصة عندي قناعة وما بقى يهمني أني أوصل لمنصب أو لموقع. كيف يعني قلت أنه برستيج؟ يعني بهمك البرستيج ولا انت كنت كان يهمك كمان وصلتي لقناعه انه هي مش مهمه؟ ما بيعني لي الامر اطلاقا، يعني انا ما بيهمني، بهمني الخدمه يلي بقوم فيها او العمل يلي بعمله يكون يوصل لنتيجه، لانه اي نتيجه ما بتكون فيها ايجابيه بعتبرها نتيجه فاشله. اي شيء ما بيكون في منه ايجابيات بيكون نتيجه فاشله 100%. بقى بالنسبة للأناقة يلي عنديها، أنا مقتنعة أنه الإنسان كالخارجي، الوشاح الخارجي لإله هو انعكاس كناية عن ورقة كادو، ورقة نعم. كادو، ولما بتجي بدك تقدمي كادو للآخر لتقدمي له هالهدية بده يكون من أساسها العلبة مزينة ومرتبة من جوا لبرا أو من برا لجوا، حتى تحسي إنه قيمة اللي بقلبها قيمة كبيرة، يعني ما إنه جاي تشلحي هيك شلح لا، واحترام لنظر الآخر، لأنه كتير بحترم أنا مشاعر الآخر. إنك أنت تظهري بمظهر لائق نظيف مرتب حلو ينبسطوا فيه يتفائلوا فيه الناس، ما يشعروا انه هيك. ما انا كل يوم الصبح بقوم بحس حالي اساني طفله صغيره، وانا بعتبر حالي اكبر طفله بالعالم. اي هيدا شو عم نحكي عنه هلا، انا اكبر طفله بالعالم، بوقف على التخت بنط بالتخت، يعني بحس حالي اني بالاول مكسره ومني قادره. طبعا انا بلغت من العمر زمن يعني ومش صغيره، وبقول 66 سنه عمري، بعدك صغيره عن جد؟ لا 66 سنه. بقى بقوم من على بكره بقول لا، يلا آسيا يحيي العظام وهي رميم، قومي يا آسيا. بوقف على المرايه بعمل اكزرسيس بتمي هيك انه ضحك، اخذ كسره وبلش بقى بنطلق مع البيت، مع اللي عندي بالبيت بيشتغلوا بالضحكه وبالابتسامه وبالكذا، بفوت بعمل حمامي بلبس
وبتزبط وهي الى الحياه، هي الى الحياه بتخلي كل الناس يمشوا الى الحياه، ما بيقولوا هي لا ما بدنا نقوم، لا ليتو هي قاسية قامت نحن كمان لازم نقوم، نحن يعني هي بتعطي انطلاق لغيري، بكتب الانطلاق وانطلقوا انطلقوا تنطلق الى الحياه، انطلقوا الى الحياه، لانه لازم نحن نسعى في مناكب الحياة وفي أجواء الحياة، ولا مدام نحن أحياء على وجه هذه الأرض فمطلوب منا كما الشمس تشرق كل يوم أن نشرق في الحياة ما دمنا أحياء. ما دمنا أحياء. هيدا الشيء علمتيه لأولادك؟ أي. بس إسا ما وصلوا له لهالمرحلة، يمكن الحياة والشغل أشغال الحياة ضغطتهم، مشان هيك يعني مثلا انا بنتي الكبيره بروفيسور طبيبه بامريكا، وانا الحمد لله اولادي من الناس الناجحين جدا جدا بالحياه، يعني بقى لما بروح لعندها امريكا بلاقيها قامت الصبح تحممت لبست روبا الابيض حطت السماعه ومشيت، بعيت لها انا تعي لهون وين رايحه، قبل ما بتروحي بترتبي حالك قلت لي ماما انا رايحه على المستشفى، ماما مش معقول انا اروح باناقه وبترتيب، ماما عندي مرضى، قلت لها المرضى بيصيروا بيصحوا اذا شافوكي انت منيحه، بيصير المرضى بيحسوا بالحياه، ما فيت عليهم بشكل عادي بشكل بسيط بشكل، لا الاناقه لها تاثير كبير على الاخر. هل هيدي يعني الحياه الفرحه اللي عايشيتها بتاثر على محيطك علاقتك باصدقائك؟ يعني انا بعرف كمان اسيا انه انت من الاشخاص اللي عندهم معارف بكل لبنان والوطن العربي بالعالم بالعالم، فانت كل يوم مثل ما قلت في الصبح بتنطلقي يا على شغلك يا لتشوفي ناسك لا على شغلك، فانت دائما بهيدا الطله، هيدا الشيء بشكل محتوى نقول غيره، هل قدرتي تاثري ايجابيا على محيطك؟ ايه اثرت ايجابيا، لانه اقتنع اللي حولي انه انا مش بلبس للتباهي ولا بتأنق للتكبر او التعالي، لا انا بلبس مشان فرح قلب العالم، يعني نحن مثلا انا باحدى جولات مره كنا عم نعمل دراسه عن مرضى الكلى وبالمدارس، وطلعنا على الجبال والجرود والكذا، عملنا دراسه كنت الثانيه بسن الصبر، كنت مظبطه حالي اخذ تظبيط، قال معقوله ولبسي كعب عالي وكذا وانه معقوله تفوتي على المدارس وهيك، قلت لهم انا بفوت هيك، بس صار يفوتوا يوقفوا يتفرجوا فيني، صاروا كلهم يجوا انه مبسوطين بي بي بالاشياء اللي انا عملتها، انبسطوا، فاذا انا اللي حولي صاروا مقتنعين انه انا مش بتزين وبعمل هالاشياء كرمال الناس تشوفني، وانه انا ليكو انا شو عندي وانا ليكو شو املك، انا لا املك شيء، انا املك حب، انا املك عاطفه، انا املك انسانيه، املك محبه للاخر، المحبه وحدها هي يلي خلاصنا بالحياه، اذا ما كان في محبه لا يمكن نخلص من حنبقى مثل ما نحن والى أسوأ. نعم آسيا، أول مرة تمرت ظهرت لتعملي شغل؟ مش تمردت، هي بالمراحل، يعني طبعا بابا كان عنده علاقات مع رابطة العالم الإسلامي مع الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، وكان عنده علاقات كبيرة وكذا، العلاقات ورثتها منه، يعني أنا كعلاقات ورثتي وحفظتي وحفظت وكنت سعيدة بهالعلاقات، برغم انهم كانوا كلهم سوا يعترضوا انه انا كيف مش محجبة مثلا، انا بنت فلان وليش مش محجبة وليش كذا، بعدين اقتنعوا مع الوقت بتديني بإيماني بأخلاقي ومشيت الحالة. انا متمردة من لما كنت طفلة صغيرة، كنت بالبيت، كنت طفلة صغيرة، حتى بابا عامل لي شعر هيجيني فيه بيقول تسألني عن آسيا كيف غدت وما هي، هي ابنة مزعجة من عمرها في الثانية، ما تركت لي ساعة أهنى بها أو ثانية، توقظني من نومي أكثر من ثمانية، فإن بكت يا ويلتي وإن شكت فالداهية، كم مرة هممت أن أرسلها للباقية لولا بقايا شفقة ورحمة في الزاوية، ما حبلت طول المدى أنسى بمثل آسيا. الله لا يبعث لحدا الله يبعث لكل العالم آسيا. تسلمي. امتى فكرتي شو اللي وصلك تعملي اول جمعيه عملتيها؟ مثل ما قلت لك انا هلا انا كنت حابه اني ابرز، يكون عندي شيء برستيج معين اوصل له بالاول، هيدا
بعد ما بلشت بهذا العمل وشفت الفقراء على الأرض، شفت الناس كيف عايشة. أنا دخلت سجون، ساعدت المساجين، ساعدت السجون. ست آسيا، رح نحكي عن هذا الموضوع. إيه؟ خصوصا عن موضوع السجون، كيف قدرت تفوتي، كيف قدرت تساعديهم، لكن مشاهدينا بعد الفاصل. عودة مشاهدينا لنكمل حوارنا مع السيدة آسيا قاسم، رئيس الجمعية الخيرية لمساعدة المسنين والأمين العام للمنتدى الاجتماعي للثقافة العربية في لبنان. كنت عم تحكي عن بداياتك، دخلتي على السجون، شو شفتي أول شيء؟ أول قبل السجون أنا عشت بقصور ملكية، واستضفت في قصور، أكبر قصور ملكية في الخليج العربي. وكذلك الأمر دخلت بيوت فقراء ومساكين. هون نزلت بقى من الفكرة يلي أنا كنت أخذتها بالكبرياء والإني أنا شوف، طلعت شو هيدا شو هيدا. يعني كنت مثلا إذا وقف الاي سي اتضايق، شو وقف الاي سي، شو وابنا مثلا أو شيء. فتت على السجون لحتى نساعد المساجين، قاعدين بغرفة مظلمة، بغرفة عتمة، ماشي ما في قهوة، ما في بيعطون تنفس شي بسيط. طلعت شكرت ربي اني انا عايشة بالهواء الطلق، اني انا صرت شوف نعمة الله. يمكن الله حطني بهذا الصورة لحتى اوقف على الارض وشوف حالي مزبوط وشوف نعمة الله علي الكبيرة. فتت على بيوت بدك تستري من اخيرك لحتى تفوتي عليا فقره معترين. ليش بدك تسكري من اخيرك؟ يعني من الروائح، الروائح الكرهه، ما عندهم هذا. نجيب لهم ديترجون، نجيب لهم منظفات، الاشياء مشان نساعد هالفقره. نعم. اللي هن باخر ما الله عمر مثل ما بيقولوا، كثير فقره. حسيت هون انه الله ناعم علي بنعم كبيره. يعني هاي النعم كلها ما بيشوفها الانسان الا ليشوف غير كيف عايش. في ناس ما فيها تاكل، في ناس ما فيها تشرب، في ناس ما فيها تمشي، في حدا مثلا انه جاي ابسط الاشياء كان يبسطه. لما فتت على السجون مره لقيت بنت عمرها 13 سنه بالسجن، بسجن النساء. طلعت قلت ليش موجوده هاي البنت، بنت مثل القمر. سألت الضابط تبع السجن، قال هيدي يا لطيف اغتصب أبوها، أما ميتة واغتصب أبوها، وأبوها انكمش بعدين ونحط بالسجن، وهي ما في محل يحطوها لأنه ما بيحطوها مع حدا على أساس تعرضت للاغتصاب، ما فين يحطوها. وهيدي اللي حاولت أسعى أنه أعمل مركز لهي اللي مثل حالات اللي هي، طبعا ما كانت ظابطة القصة. سبحان الله، ما الله قدرني اقوم بهال هيدا. بس انا هاي البنت ساعدتها انه حاولت اخرجها، جيت قلت لهم انا بجيبها لعندي على البيت بعيشها، يعني بفوتها على المدرسه وكذا. قال لا، ما بتهدي هيدي، تعرضت للعلاقات وما فيها، بدها يعني كذا. بدها ايه اجت بقى صارت تقول لي، قلت لها اعتبريني مثل امك انا، ولا شو تقول لي، جيبي لي، بدي حلقه، بدي ديودرون، بدي يعني اشياء اعملها اللي بدها. اخر شيء مرة كنت بمكان وفي واحد عم يقول انه هي، قلت له طيب ليه ما بتتزوج؟ انه بتتزوج وحدي بتستر عليها وبدال ما تخليها بالسجن، حرام انه عايشه بالسجن وكذا. وهو سجن الاحداث قصدك؟ لا، سجن النساء. ايه. ما بيحطوا، حاطينا بسجن النساء، كانوا بالقبة عندنا بطرابلس كانت. نعم. ايه. وبالفعل خليت شفته انسان منيح، قلت له انت اذا بتخاف الله اعمل هالعمل المنيح واستور علي لهالمخلوقه، ما عندها حدا لا وراها ولا قدامها، وبتعيش معك وبتهيدا. وما بعرف هلا اشاعات صار معه، جمعنيهم مع بعض وجبنا انه على اساس نظبط الامر مثل ما هو لازم. يعني كنت دائما من هالاشياء يلي كنت ساعد فيها بهاي الامور. الجمعيه الخيريه لمساعده المسنين كيف كانت فكرتها؟ فكرتها كانت انه
يعني اول شيء عمرها فوق ال 25 سنه. اي طبعا هي الفكره انه كل شيء مثلا حقوق المراه، طبعا المراه تنال حقوقها بكل الاحوال وصارت مستهلكه. اي هيك بتقول انه المراه عندها حقوقها. اي طبعا طبعا المراه هي اذا كانت مظلومه من وراها هي وليس من الرجل، لانه المراه اقوى من الذكر، الانثى اقوى من الذكر. كيف بتشوفيها اقوى؟ اول شيء لما بتبلش بالولاده، يعني النطفه الاشياء، المراه تستجيب، الانثى البويضه الانثى تستجيب للنطفه الانثويه اكثر ما تستجيب للذكر، والذكر اكثر شيء بيروحوا، معناتها عندها قوه، عندها بلشت هون قوه، بعدين هي اللي بتربي الام. وكيف الله سبحانه وتعالى جعلها شريكه معه في الخلق، في 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 الولادة. في الولاده، يعني انه حطه بجسمها هذا المخلوق، وضعه في جسدها في رحمها في بطنها، فكانت لانه المساعد لحتى، مش مساعد يعني الله ما بده من يساعده، ولكن هي الوسيله لتحقيق الخلق الانساني والخلق او الخلق المخلوقات، يعني حتى الحيوان او اي شيء. فاذا الانثى هي الأقوى. نعم. والأنثى هي من تربي وهي من تعطي كل شيء. يعني بتقولي هذا المجتمع محل ما في الذكورية أقوى، هي المرأة هي سببه طبعاً بالتربية؟ طبعاً، لأن المرأة، أنت شوفي مثلاً، أنا مثلاً لما ربيت ابني الصبي قلت له ماما زوجتك أميرة، لازم تعززها، تكرمها، تحبها، هيدي لعبتك، هيدي حياتك، وبالفعل هو يمارس هذا الممارسة. بينما الأمهات التانين والظلم يلي بيلحق البنات من رجالهم، شو بتكون أمه؟ قالت له ما تعطيها وش يا ماما، كسر لها راسها، انتبه هيدي ماما ما بينعطاها وش، كذا، ليش عم تعمل لها هيك، ليش عم تجيب لها؟ بصير هو بياخد هذا الموقف، وإذا خانها بيخونها مع امرأة. فإذا الحق على المرأة في كل الأحوال، لما بيكون مع امرأة حكي منطقي، يعني بكل الأحوال بقى هيك. نرجع على جمعية المسنين، كنت عم تحكي لي كيف أسستيها، مع مين أسستيها، وليش اخترت المسنين؟ المسنين لأنه مثل ما عم نقول إنه المرأة أخذت عندها حقوقها، وهي ظالمة نفسها بنفسها. وبالنسبة للطفل، كل الناس بتشفق على الأطفال وبتشفق عليهم، الأطفال يعني كل الناس بتحبهم، يعني بيحرصوا عليهم، لأنه حقوق المرأة وحقوق الطفل وكذا. لقيت إنه المسن أكثر واحد حقوقه مهدورة، متروك أبدا، لا في طبيبة، لا في سوري، لا في طبيبة، لا في شحار، لا في تعتير، بس هيك منتهك كرامته. يعني مثلا هو حي في هذه الحياة، ولكن يعتبروه على جنب، بيرموه على جنب. إذا بدنا نقتني تحفة، منروح ندفع حقها بلاوي الله، بس لنحطها وهي جماد وحجر أو برونز أو شيء ما له قيمة. ولا الإنسان يلي كافح وعطى حياته وامتص الأيام وامتص السنين وعنده خبرة حياة، منرمي فيه على جنب؟ ليش ما مندلله ومندلعه ومنعمل له قيمة واجب ومنكرمه لحتى يعطي، ولحتى نحن نستفيد منه أو يستفيد منه الشباب والصغار. أنتوا مين أسستي هالجمعية؟ لا، مجموعة، نحن مجموعة كبيرة عربية، نحن ما مش مجموعة لبنانية، لا نحن مجموعة عربية من دول عربية عدة، من البحرين، من السعودية. بس مساعدتكم بتصب للمسن بلبنان؟ اي طبعا، العجوز انه بحاجه للمساعده، مشان هيك احنا اسسنا الجمعيه. بس بعدين لقيت انه لا، في احتياج اكبر اللي هو اكثر مع البشر كلها، يعني كل الدول متخانقه ببعضها، بلاقي هي الدوله مقاطعه هي الدوله، وهي البلد مقاطعه هي البلد، وهي الطائفه ضد الطائفه، والمذهب ضد المذهب. يا عمي طب ليش ما نحن بنعمل شيء انه نقرب بيناتهم؟ يعني كلنا انسان وبشر وكذا، شو هيدي الاشياء؟ الله سبحانه وتعالى حط الاشياء كلها للبشر ليتقاسموها، مش لكل واحد يحتفظ فيها لنفسه، فليتقاسم البشر كل الاشياء. ومن هون بلشت اسست المنتدى الاجتماعي للثقافه العربيه. للثقافه العربيه، لانه لغتنا العربيه إذا ما حافظنا عليها بادئ ذي بدء، معناتها بينتهي العرب. أمتى أسستي المنتدى الثقافة العربية؟ من شي 10 سنين تقريبا، من شي 10 سنين. مين في معك شخصيات؟
لا في كثير شخصيات. فينا نصمم من هون هيك ناس معروفة. أول شيء الدكتور عبد الله الحوسني السفير العماني بروسيا كان معنا، كان معي كثير كثير معي ناس، السفير الفلسطيني في البحرين معنا، الأول شيء سيادة المطران عطلة حنا مطران القدس يلي نحن عملنا نحن وياه الاحتفال بموسكو، احنا نحكي عنه ايه نعم. كان برعاية السفير اللبناني بموسكو سعادة السفير الشوقي أبو نصار، ويلي بنشكره نحن دايما انه هو فتح الابواب لهذا الموضوع بالذات عن الوجود المسيحي ودوره الايجابي. ما انه فتحت الموضوع مؤتمر سوتشي اللي صار بسوتشي ويالتا وموسكو، كان عنوانه الوجود المسيحي بالنسبه لموسكو هيك بالاول. نعم كان الوجود المسيحي ودوره الايجابي في الشرق. نعم حكينا عن هذا المؤتمر، كيف حضرتوا له، كيف اخذتي معك كل هالشخصيات اسيا، ومؤتمر كثير نجح مؤتمر سوتشي وانحكى فيه بكل الاعلام اللبناني والعربي. بالنسبه لاول شيء بلشنا بمؤتمر موسكو، طبعا انا كنت عامله مؤتمرات عده بكذا دوله، دوله عربيه بكذا بلد، ولكن مؤتمر موسكو كان واجهه لكل شيء. نعم. ولفت نظر بشكل اجى بوقتها عمي السفير سعادة السفير اللبناني هو صديق، قال لي ليه ما بتيجي بتعملي شيء بروسيا، شجعني على ذلك. دغري انا تلقفت الخبر، قام قال لي اذا جبتي 10 اشخاص بكون كثير منيح، وبتعملي احتفال عن باسم لبنان وسفاره لبنان وكذا. نعم. هيك قام جبت 145 شخص من لبنان، من العالم العربي كله 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 كله، الشيخة مريم آل خليفة من البحرين، من الكويت، من سلطنة عمان، من الإمارات، من مصر، كل شيء فيه. كان دكتور يوسف زيدان الكاتب الكبير، كل شيء فيه عالم كانت موجودة بهذا الاحتفال، وكل الإعلاميين اللي هن معروفين عن الإعلام اللبناني والإعلام العربي كله كان متواجد بهذا الاحتفال. كان مهرجان تفاجأت روسيا وتفاجأوا كل شيء، حتى تاني سنة لافروف وزير خارجية روسيا كان عم يحكي عن الوجود المسيحي ولازم يكون موجود. أنا اللي خليني أعمل الوجود المسيحي ودوره الإيجابي في الشرق تهجير المسيحيين من العراق ومن سوريا. نعم. يعني لم يبقوا، خفنا عليهم من لبنان، ونحن بلبنان حضارتنا نعترف فيها ونحكي الحقيقة شو ما كان الأمر، حضارتنا بلبنان منتسبة للمسيحيين، هن المسيحيين عندهم حضارة، وأنا بفتخر وبعتز بصداقتي ومعارفي لا بالنسبة للمسيحيين يعني. نعم قديش هذا المؤتمر بموسكو عمل تأثير إيجابي، اولا يعني على الموجودين انه مؤتمر نجح، وثانيا ايضا يعني على المسيحيين الموجودين. بيكفي انه صار مثلا مجموعات من الخليج العربي اللي هن بيبقوا متشددين اسلاميا كانوا موجودين متواجدين معنا، صار في تواصل مع بعضهم. يعني مثلا بدل ما كانوا يقولوا اللهم اشفي مرضى المسلمين صاروا يقولوا اللهم اشفي مرضى العالمين. نعم. لانه هو الرب، هو رب العالمين. طبعا. وليس رب المسلمين. طبعا. لا نريد ان نحجم الله، الله اكبر، الله اكبر اكبر من كل شيء. فاذا هو الجامع لهذا. والله كثير هالحديث حلو وكلامك رائع. من موسكو ويالطا، ويعني يالطا كان يالطا شغله كبيره، انه يالطا غير معترف فيها دوليا، وطلبوا مني دار الفتوى الروسيه انه برعايه فخامه الرئيس فلاديمير بوتين. نعم. عاملين مؤتمر كبير وبدنا نكون نحن من المشاركين، وبصراحه كنا الوجه الاول بهذا المؤتمر كثير. بيالطا كان. نعم. بيالطا كان مفتي القدس، وكان اول شيء مفتي روسيا الاكبر الشيخ راوي عين الدين. نعم. ونائبه الشيخ روشان عباسوف ومجموعات كبيره، وطبعا في حضور كان برعايه بوتين. ايه برعايه فخامه الرئيس بوتين. قديش اثنى على الوجود اللبناني؟ كثير كثير، دائما عم يثنوا علينا ودائما عم يقولوا هذا الشيء انه شيء. وبالفعل الحقيقه الرئيس بوتين عم يسعى ليوصل للعالم، وانا مش بايد اي رئيس على فكره، انا ضد السياسه بكل اشكالها، ولكن عم يدخل على قلوب الناس او على الشعوب او على هيدا بفعل الاجتماعي، فعل الثقافي الاجتماعي. لما فتحنا هالابواب بالفعل نحن قدرنا، طلع صوتنا للخارج وحكينا بعده
مجالات. ولما مسجد الأكبر بموسكو فتح أبوابه للمسيحيين واليهود، كل الطوائف كانت موجودة. وهيدا الإنسان، هيدا الإنسان يلي اعترف بالتوراة والإنجيل والقرآن، يعني اعترف بالكتب السماوية ولم يلغي أي أحد. يعني في تقريبا 20 مليون مسلم موجودين بروسيا، بعيشوا بكرامة وبعيشوا بإنسانية وبعيشوا بكل شيء. هيدا شفته أنا، ما حدا قال لي عنه. يعني بقى إن شاء الله الدنيا كلها والدول كلها بتصير قدوة مع بعضها وتتكاتف مع بعضها. أنا بحب مثلا سوريا والسعودية وقطر والبحرين وإيران وكل الدول يكونوا متكاتفين، مثل ما بتربطني علاقة بمرت الملك عبد الله بن عبد العزيز أو مرت الأمير مقرن، كمان بتربطني علاقة بالمستشار الثقافي الإيراني، بتربطني علاقة بالقطري، بتربطني علاقة صداقات بكل دول العالم. الإمارات لما دعوني على المنتدى الإعلامي العربي، هذا فخر وعز لي ما بنساه أبدا، مع أني أنا لست بإعلامية ولا يعني ما لي علاقة. دعوني الإمارات هذه الدولة، ليش ما بنمشي تكون قدوة لنا، لأن عم تعمل إشياء فظيعة، عم تقدم إشياء للعالم كله. وصلت هلأ للمريخ، لنسد المئة مليار، يعني وصلت للمريخ، يعني لنسد المئة مليار منصير بنبقى مثل أي دولة طبيعية. سوتشي، مؤتمر سوتشي هو يعني من موسكو ليالطا لسوتشي او العكس. هالثلاث مؤتمرات كانوا فاتحة خير عليك وعلى كمان الناس اللي كانت موجودة معك. انت ناديتي بالوجود المسيحي في الشرق، وايضا حكيتوا عن فلسطين. يعني طبعا انا فلسطين بالنسبة لي، معلش يمكن هلا في كتير ناس ترفض هذا الشيء اللي انا عم اقوله، ولكن فلسطين هي مهد المسيح. نعم. يعني سيدنا المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام ولد في فلسطين ولم يولد في مكان آخر. سيدنا موسى ولد في صحراء سيناء أو بالمكان الآخر، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولد في مكة. يعني فإذا هذا مكان مولد المسيح في فلسطين. للأسف الشديد خرجوا المسيحيين من فلسطين وراح مثلا صار بالفاتيكان، صار بالأماكن بأوروبا، بالأماكن التانية، مع أنه هون لازم تكون المرجعية المسيحية. ما عاد ينحكى بمسيحيين في فلسطين، مع أنه هذا يعني شيء خروج عن الأصل، عن خروج عن الطبيعة، خروج عن الأشياء اللي انوجدت. يعني الله لو كان يريد، الله عنده حكمة، لو كان يريد أن يخلق سيدنا المسيح في مكان آخر لكان خلقه في مكان آخر، وكذلك الأمر سيدنا محمد، وكل يعني كل واحد وضع له وجعلنا لكل شيء سببا. فإذا في أسباب لهذه الأشياء وليست عبثية. من الأشياء عبثية بس هيك موجودين نحن على الأرض؟ نحن أنا بتسأل إنه ليش نحن هيك، ليش كذا؟ لازم الإنسان يتفكر. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فإذا التفكر بكل شيء هو طلب من الله سبحانه. لا شك انك حافظه القران. ايه انا طبعا حافظه القران الحمد لله. هيدا من بيت اهلك؟ ايه. بس هاي شغله منيحه اكتسبتيها من عندهم. ان شاء الله. لا مش قصه انه انا اكتسبت اشياء، يعني انا كنت مظلومه بحضوري، يعني كان لو ما انا خرجت عن القوقعه او عن الشرنقه او عن ما بعرف شو بيسموها، مثل هيدي كل مره واحد بيقول لي، قلت له هذا أو حالي ربي بشيء ما، قال لي شو أنت مفكر حالك رسول أو حالك ربي؟ قلت له إذا كان الله قد أوحى إلى النحل فلا يوحي لي، النحل أهم مني أم أنا أهم مخلوقات الأرض؟ أهم شيء هو الإنسان. نعم. فإذا أنت شو عم تحكي بقى؟ الحمد لله والله هذا الجواب سلاح اللي جاوبتي. منتدى يوسف زيدان للثقافة العربية، أولا أنت ليش رئيسته بلبنان؟ هل هو لأنه علمه خبر لبناني؟ يعني أنا هذا فخر واعتزاز بعتز فيه، أنه الكاتب الكبير دكتور يوسف زيدان أعطانا اسمه ولنكون موجودين بهذا المنتدى. منتدى يوسف زيدان انعمل لإطلاق جائزة يوسف زيدان، لإطلاق محاضرات عن تقريب الحضارات، ربما الثقافة
تبطل ما أفسدته الحروب السياسي أو الحروب أو السياسي أو الحروب، ربما تبطل هذا الشيء. فهو كان عم هو كان رغبته نأسس منتدى، وانا كنت من الناس اللي مدافعين للاخير. وطبعا نحن بدنا نعمله بلبنان، لبنان لاني انا لبنانيه نعمل، بس هو منتدى يوسف زيدان للثقافه العربيه. وسلمتوا جائزه بالسنه الماضيه؟ السنه الماضيه سلمنا نعم جائزه، وكنا ناويين السنه كمان. لمين سلمتوها؟ لاحدى الكاتبات يلي كتبت نص اعجبنا فيه، وكان نص كثير من مرتب. لبنانيه كانت؟ لا مصريه كانت. نعم. بلشنا بمصر كونه مصر دولته بلده لدكتور يوسف زيدان. وبعدين كنا سنه لولا ما صارت هاي الكورونا وصارت هاي القصص أحداث. كان حيكون بسوريا البلد الثاني لتقديم، كنا كل سنه حنختار بلد لتقديم جائزه لابن من ابنائه، يعني لشخص من الاشخاص اللي هن فيه. فمنتدى يوسف زيدان هو لتشجيع الكتابه والثقافه والروايه والقراءة والمطالعة. يعني نحن ما بقى عم نطالع، نحن لا نقرأ، نحن أمة اقرأ ولا نقرأ، نحن ما بنقرأ أبدا. يعني حتى الله بيقول له اقرأ كتابك، كتابك يعني نفسك، لأني فسروها أنه بعدين يوم القيامة بيقول له اقرأ كتابك. هذا كل واحد، لا أحد يعلم، على فكرة لا أحد يعلم إلا الله، لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، لم يقل أنهم يعلمون، قال يؤمنون به فقط. أنت كيف بتأوليها؟ كتابهم يعني كتاب حيراجعوا نفسهم؟ هذا تفكير متعدد بكل واحد، فكره شو بيفكر وشو بيقول وشو يقرأ كتابه بنفسه. يعني ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا، فإذا وين أنا منهاجي؟ وين أنا ابحث بنفسي قبل ما ابحث بالدكتورة عبير بذاتها وبنفسها. نحن مشكلتنا بنبحث بالاخرين ومنأشر على الاخرين وما بنأشر على نفسنا. نحن بس بنطلع على المرآة لما بنطلع على حالنا، اما نحن ما بنطلع بشيء بحالنا اطلاقا اطلاقا، ومنغض النظر عن غلطنا عن عملنا عن كل شيء بدون ما نقرا اي كلمه بكتابنا، بس كتاب نفسنا. آسيا قاسم رح نرجع معك بعد الفاصل. مشاهدينا عودة لنكمل معكم مع السيدة آسيا قاسم، وهي رئيسة أو الأمين عام للمنتدى الاجتماعي للثقافة العربية في لبنان. سيد آسيا، كنا عم نحكي عن مؤتمراتك بموسكو، زرت كثير من البلدان العربية والعالمية، في موريتانيا كانت محطة حلوة بحياتك، خبرينا شوي عن هاي الزيارة وعن المرأة الموريتانية أيضا. الحقيقة زيارتي لموريتانيا من الأشياء اللي بعتبرها تكريم من رب العالمين لألي، ومهمة جدا جدا. كانت الدعوة من دولة موريتانيا لتنصيب فخامة الرئيس الشيخ محمد ولد غزواني، ومن لبنان كان دكتور سامي كليب يلي هن عاشقين لقلوا بموريتانيا. الحقيقة بنوجه له تحية، يعني أنا اللي شفته زعامته بموريتانيا ما شفته بمكان، يعني ما كرم نبي في أرضه، سبحان الله. بموريتانيا حملوه كلهم شيء ما معقولة. بقى كنا بموريتانيا مدعوين لهذا حفل التنصيب بسبب الحقيقة للأسف، وما دعوا من لبنان حدا، لأنه لبنان استهتر بموريتانيا بيوم من الأيام، استهتر لما نويت جامعة الدول العربية أن تعقد مؤتمرها أو جامعتها في موريتانيا، قال لا، ما في اوتيلات فخمه، ما في اوتيلات تليق بهؤلاء السياسيين العظماء. بقى انا بالنسبه لي ان جلست في خيمه ام جلست في قصر فكله سواء، يعني ما في شيء بيتغير بالنسبه لي. بس نحن استقبلنا استقبال كبير واستقبال جميل، وفي اوتيلات وفي مطاعم وفي كل شيء، واهل الكرم اللي موجود عندهم لا يوجد في اي بلد زرته في العالم. تبولتنا كمان؟ لا يعني على مش لما بيكون في احتفال ما في خروف او اثنين او ثلاثه، كل طاوله عليها خروف، كل طاوله عليها خروف. هيدا عم بقول لك يعني هيدا المراه الموريتانيه
مرأة محترمة فاعلة اجتمعت بنساء موريتانيات بنرفع لهم القبعة، وهول النساء العظيمات. يعني مثلا أنا ما بلاقي دور للمرأة أعطته بالعالم، وخاصة العالم العربي للأسف. نحن بس للمظاهر، نحن بس لنبرز نفسنا، بس لنفقع غيرنا ونقهر غيرنا أنه أنا صرت معالي الوزيرة أو معالي ما بعرف شو، والآخرين ما ما ما, ما عندهم، يعني لم يصنعوا شيء. المرأة تستطيع أن تصنع كل شيء، ولكنها لم تصنع لا في دولنا العربية شيء من الأمجاد، أمجاد بلقيس، ما أمجاد يعني. المهم بقى المرأة الموريتانية امرأة مثلا الوزيرة النها بنت مكناس، شو هالسيدة، شو هالسيدة العظيمة اللي هي كانت وزيرة خارجية موريتانيا ووزيرة الري، إنسانة رائعة. الفهم والثقافة والشعب العادي والنساء العاديات كلهم مثقفين ومثقفات وقراء، يعملنا من أجل بناء الجيل. برغم انه موريتانيا دولة يعني هلا عم تطلع، هلا عم تنهض، عم تنهض يعني. هلا الحمد لله عم يقولوا فيها بترول وعم يقولوا فيها ايش ان شاء الله. المرأة الموريتانية امرأة بكلمة الكلمة بمعنى، وعلى فكرة هي الحاكمة في بيتها في دارها. يعني هون من هون بيطبق الكلام اللي قلته انه الامرأة هي العمود المجتمع، العمود الفقري للحياة. نعم. كلها، وهي يلي تربي، وهي يلي يعني الرجل صناعة المرأة وليس العكس. نعم. أبدا. حلو هذا الكلام. هلأ ما بعرف قديش في ناس رح تحبك أو تكرهك. كرمتي من يعني أخذتي وسام السلام العالمي في روسيا. نعم. من المنظمة، منظمة السلام العالمية طبعا. عن دورك الإنساني، عن دوري السلام، دوري بالسلام، لأني أنشر السلام والمحبة. نحن مؤسسين سفينة المحبة والسلام، وهذه السفينة تضم من كل دول العالم من ينادوا للسلام والمحبة بعيدا عن الدين والسياسة. يعني نحن كلنا متجمعين من كل الطوائف والمذاهب، من كل العالم العربي، من كل العالم، حتى معنا من كردستان، من أربيل، معنا من فرنسا، معنا من إيطاليا، شخصيات ثقافية سياسية، كلهم مسؤولين من الناس الفاعلين في مجتمعاتهم. نعم. يعني انوجدوا بهيدي سفينة المحبة والسلام، وعلى رأسهم المطران عطلة حنة طبعا، اللي أنا بحبه طبعا كتير كتير. وهيدا الإنسان المقاوم، الإنسان يلي ما بيهمه، يعني بيمشي مع كيف بده يحرر البلاد، كيف بده يحرر بلده فلسطين. ولم يزل، لولا ما في شخص مثل المطران عطلة حنا بفلسطين، كان فلسطين ما بتصور إنه زابت كتير. نعم. للأسف. أيضا تكريم جمعة الدول العربية عن دورك الإنساني. نعم. وصلتي لجمعة الدول العربية يا آسيا، ولا جمعة الدول العربية كمان، والمنظمة العالمية، وللآيزو، ولسلطنة عمان، ما شاء الله عليك. يعني والله سلطنة عمان الحقيقة أنا بحس لهم فضل كبير علي، وأنا اللي شفته لما زرت سلطنة عمان شفت أنه يستحق هذا السلطان. أنا كنت دائما أقول من يليق به لقب السلطان، إلى أن زرت سلطنة عمان وشفت ماذا فعل هذا السلطان. الله يرحمه سلطان قابوس. سلطان قابوس. أن السلطان يليق بقابوس، وقابوس يليق بالسلطان. نعم. كرمتي بالعيد الوطني. بالعيد الوطني. نعم. 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 قديش فرحتي بهالتكريم؟ طبعا طلبوا مني ألقي كلمة، وكان كله رجال، وقمت ألقيت كلمة يعني بارتجالي، وأنا كتير فخورة فيها وسعيدة. سعادة السفير دكتور عبد الله الحسني شخص راقي، هن الشعب العماني شعب محترم جدا جدا، شعب بيلبق له انه يكون، انه بيلبق له السلام والمحبه، لانه هو فعلا شعب طيب وشعب راقي. انا قلت تعيش عمان، واتمنى للبنان ان تعيش كما تعيش عمان. نعم. اتمنى، لانه للاسف بعام لبنان انه يكون يعيش هذه الحياه المظلمه والظالمه. المظلمه والظالمه، ظالمين. الايزو، شهاده الايزو ايضا عن العمل الخيري والانساني والاجتماعي، انه انا من الناس اللي بندفع اندفاع كبير،
وهيدا قدموا لي وبشكرهم، وبجهود من الحبيبة والغالية بوسي شلبي الإعلامية المصرية يلي بوجه لها تحية، كانت هي من المؤمنين بعملي وبنشاطي. فطلبت بدك على أيضا كتير كبيرة بمصر ونجوم مصر، ويعني مصر حبيبة قلبي، أنا عاشقة لمصر، مصر حبيبتي، مصر والشام هدول عشقي، هذه عيني وهذه عيني. نعم، فإذا أنت كل البلاد يعني تربطك فيها وبناسها علاقة، مثل ما قلت أنه هي المحبة هي رسالتك والسلام هي رسالتك والعمل الإنساني والعمل الثقافي، تؤمنين أنه العمل الإنساني والثقافي هو حوار بين الشعوب وبين الناس، الالتقاء. نعم. وليس الابتعاد، هو الابتعاد عم يسبب المصايب أكثر، لأنه بيجي أحد الغير صالحين وبيقول لهم انه فلان حكي عنكم او فلان قال عنكم، ما بيكون حدا قال عن حدا، بس بكبر المسافه والشرف بيناتهم وبصير الحروب بيناتهم للاسف. نعم. اسيا قاسم، السيده اسيا قاسم، الامين العام للمنتدى الاجتماعي الثقافي العربي في لبنان، اهلا وسهلا فيك ببرنامج خواب الكلام على شاشه تلفزيون لبنان، انبسطت فيك وبحديثك، وان شاء الله دائما الى الامام بتحقيق العمل الانساني والثقافي وتقريب وجهات النظر بين الشعوب. شو بتحبي تختمي؟ اول شيء بدي اقول كلمه، اني لا امل ولا رجاء الا بالاخلاق والمحبه، ولا شيء غيرهما ابدا. ثاني شيء بدي اشكر الدكتورة عبير على ان اتاحت لي هذه الفرصه، وبالفعل حسيت بكبر بداخلي وبخارجي بحضوري بوجودي مع هالمجموعه اللبنانيه اللي لسه عم تعطي، انه تلفزيون لبنان لم يزل بخير. نعم. تلفزيون لبنان بوجود هالاشخاص اللي فيه فهو بخير. انا بتشكرك وبتشكركم مشاهدينا، الى اللقاء.